العفو الدولية في تقاريرها في تحسن أداء قطر في مجال حقوق الإنسان وأوضاع العمالة الوافدة، طبعا كل ذلك مقارنة بالدول المحاصرة. في أحدث تقييم للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم، أشادت الولايات المتحدة بتحسن وضع قطر في مجال حقوق الإنسان، ورفعت وزارة الخارجية الأمريكية مستوى قطر في هذا المجال. دولة قطر الأكثر تسامحاً ومراعاة لحقوق الإنسان مقارنة بدول الحصار، هذا ما يستشف من التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم العام الماضي. تطرق التقرير إلى التحسن في قضايا العمال الأجانب الذين يعملون في منشآت كأس العالم 2022، وإلى التحسينات التي طرأت على قوانين العمل ونظام نقل الكفالة وتصاريح الخروج وحماية الأجور وتوفير سكن الملائم. وبنظرة سريعة على سجل الدول المحاصرة في مجال حقوق الإنسان، يتضح الفارق بينها وبين دولة قطر في هذا المجال. فالسعودية، يقول التقرير، حاكمت العشرات من النشطاء والصحفيين والكتاب والنساء بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبتهم فضفاضة أمام محاكم وصفت بالجائرة مثل المحكمة الجزائية المتخصصة، وتنوعت الأحكام بين السجن وتقييد حرية التعبير والسفر والإعدام. التقرير أشار إلى أن الرياض سجنت ورحلت مئات الآلاف من العمال والمهاجرين بطرق قسرية، وتم الاستغناء عن عشرات الآلاف من العمال الأجانب دون دفع مرتبات. كما تواجه النساء في السعودية أنواعا مختلفة من العنف الجنسي والأسري والتمييز السلبي وفقا للتقرير. أما دولة وزارتي السعادة والتسامح فقد فرضت قيودا تعسفية على حرية التعبير، واعتقلت العشرات من منتقدي الحكومة ومعارضيها، وتعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة. حاكمت الإمارات وسجنت العديد من المواطنين والأجانب بعد فرض قانون متشدد في تبادل المعلومات إلكترونيا وفقا للمنظمة. وتقول أمينستي إن الإمارات استخدمت قوانين العقوبات ومكافحة جرائم المعلومات ومكافحة الإرهاب لمحاكمة العشرات أمام محكمة أمن الدولة بتهم فضفاضة. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى انتهاكات ترقى لجرائم الإتجار بالبشر بحق عمال المنازل. أما حكومة المنامة فواصلت خنق حرية التعبير وضيقت على أنشطة الإنترنت، وظل زعماء المعارضة وراء القضبان، واستمر تفشي حالات التعذيب وسوء المعاملة. وأشار التقرير إلى فرض السلطات البحرينية أوامر إدارية بالمنع من السفر لنحو 30 شخصا من المدافعين عن حقوق الإنسان، كما جردت نحو 80 شخصا من جنسياتهم ورحلت 4 منهم ترحيلا قسريا. رسميا أنت غير موجود. تحت هذا العنوان أصدرت أمينستي تقريرها عن مصر، فقد استخدمت السلطات حملات القبض التعسفي بشكل جماعي لمنع المظاهرات والمعارضة. قبضت على صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين، وفرضت السلطات بشكل تعسفي قيودا على الحريات التعبيرية والسياسية. اختطف قطاع الأمن الوطني المئات من الأشخاص بدون أوامر قضائية وعرضهم للإخفاء القسري. أما المحاكمات الجائرة شملت المئات من المواطنين وبعض الأجانب، وحاكمت المحاكم ما يزيد على 200 شخص بتهمة التظاهر وما يزيد على 490 شخصا بالمشاركة في أعمال عنف. يخلص تقرير أمينستي إلى أن مناخ الإفلات من العقاب وتقاعس السلطات عن تقديم كبار المسؤولين وضباط الأمن والشرطة للمساءلة استمر في دول الحصار الأربعة لوقت طويل.